السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب تاع نيس، وين المدرب الجديد وين يصدم اندي ديلور بخرجه. يعني المهم الناس يقول لك يصدم، يقول لك ما يصدمش، خاطر اندي ديلور قادر يعني في اي لحظه يعود. ناس فرحانين. انا صح بونجاح ماركا دو بيت، راس راي بونجاح يعود من بعيد، بونجاح يعني يعود الى عرشه، بونجاح يعود منا، بونجاح يا ودي انا واحد مركز 18 بونت يا ربي سيدي، مع خمسه كبار في اوروبا، مع في بطولة مع خمسة كبار في أوروبا. زينغو رينغو هان لو شيطان يا زينغو رينغو، نتوما هما زينغو رينغو. على بالك بيتردوا بالصاع قنايدة، يزر بالصاع راه يطير في السما، راني نشوف به. غادي يقول لك انتظروا حشية، غادي قنايدة يزر مع جونكر غادي يدابزو، ولا جومارو مع جونكر غادي يدابزو. بزاف اصاحبي، غادي يقول لنا ركبوا. مايكل ما يا واحد يلعب في قطر، واحد يلعب في بطولة فرنسية، هذه ماشي كيف كيفها، والله ما كيف كيف، والله ما كيف كيف، راكم غالطينا. والله ما فهمناش، انا راكم باغيين تردوا بلي البطولة القطرية افضل من البطولة الفرنسية. انا كنت تقول لي بطوله انجليزيه وين اللي خير، بطوله انجليزيه ولا فرنسيه؟ نقول لك تاع انجليز، تقول لي تاع طليان، نقول لك لا تاع انجليز، تاع طليان خير من تاع فرنسا. تقول لي باللي تاع الترك، نقول لك تاع الترك، تاع فرنسا احسن من تاع الترك، تاع فرنسا احسن من البرتغال. عاد فيها البرتغال بها ثلاثه ولا اربعه انديه برك اللي ينافسوا، الاخرين تسمع الاخرين مجهريه. تقول لي تاع اليونان، نقول لك يا ودي تاع فرنسا. بصح انايا تقول لي تاع قطر بيتمثلها كيما تاع فرنسا، نقول لك نتايا روح تفرج غير في لي مينيم برك، اقعد تفرج. عندك خمس سنين مينيم، خمس سنين كادي، خمس سنين جينيور ليسبوار، ومن بعد اطلع ادخل اوروبا، تفرج في اوروبا. انا نقول لك خاطش على بنادم كيتسيبو يقول لك بلاي راه كسبوه بونجاح يعود الى عرشه والمنتخب الوطني، وسوف منا وسوف يقضي سوف يط اودي هان اودي هان الشيطان تي كومبري بيان. واش راكم تحضروا؟ راكم عارفين واحكم واش راكم تحضروا؟ ياه كاين اللي يقول لك انت تكره بونجاح، ما كرهش بونجاح، بصح المستوى خويا. انا ما تجيش تقول لي بلي اندي ديلور بونجاح خير من اندي ديلور، ولا كيما نهار خرجوا ناس ولاو يتهموا فيكم ويغسلوا لكم في دماغكم باللي بونجاح راه يديره بالماضي غير باش يعيد ديفونسيره تاع لادفيرسير. هو اصلا مسكين كان يحوس غير باش يماركي نص بونت، من بعد ناس فيها قبل يقول لك بونجاح ما راهش يماركي. نعاودو نولو وين وجه سويسري لوسيان مدير الفني الجديد لفريق نونس الفرنسي صدمة قوية إلى مهاجمه الجزائري أندي ديلور في أول لقاء جمع بينهما. وتولى المدرب السويسري قيادة الفريق نيلس خلال الفترة الحالية لتعويض رحيل الفرنسي كريستوف إلى باريس سان جيرمان خلال موسم مقبل. أندي ديلور كشف عن كواليس أول لقاء بينه وبين مدربه الجديد بعد وصوله إلى مقعد المدير الفني، وذلك في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية. وقال ديلور: عندما التقيت لوسيان في فار أول مرة سألني كيف هي الأمور، وكنت أعتقد أنه يتحدث معي على أساس أنني من أهم ركائز في الفريق. كان ردي بأن المجموعة متحدة وعازمة على تقديم موسم كبير، ولكن الرد كان مفاجئ حيث قال لي: أنا لا أتحدث عن الفريق والمجموعة، أنا أتحدث عنك فقط يا سيد ديلور. وجاءت الرسالة المدرب السويسري لتؤكد
للمهاجم الجزائري بأنه لا يوجد لعاب أساسي في حساباته وبأنه مطالب بإظهار مؤهلات فوق الملعب من أجل اللعب بشكل منتظم. ويذكر أن ديلور توج الموسم الماضي بجائزة أفضل لعاب في نيس بعد تسجيله 20 هدف في الدوري الفرنسي. أنتم أنا والله ما نساهمكم. أنا لعاب كما هذا نزيدو نشجعوه بشي ديلور ديلور يتلقى صدمة ديلور من هاليك ديلور راح هاليك ديلور يعاني هاليك ديلور من الله لا إله إلا الله منكم. هادي لور تراجع المستوى تاعو هادي شو الصحافة الفرنسية وين في ضغط على عليها الصحافة في ضغط على المهاجم الجزائري قبل عودته المرتقبة لتمثيل المنتخب. واش هدر هو كي تقول لي بلي ديلور لقي صدمة كبيرة من المدرب اونتينر قال له كي دايره كي راهي دايره ديلور سهم غلط وديلور هدرها قالوا لا ما تقولش نقول لي على روحك هذا يحوس على ديلور يكون تيتيلار مش يحوس على ديلور ما يكونش تيتيلار ديلور خدام. انا والله ماني زعما هذو يلعبوها يبغوا ليكيب ناسيونال هذ العاهرات في اليوتيوب يلعبوها يبغوا ليكيب ناسيونال بصح ماذا بهم ديلور ما يجيش عوار ما يجيش في تو يديروا دي فيديو ويعايروا عوار يعايروا ديلور يعايروا عدلي ويعايروا ايت النور يعايروا في تو يخرجوا هما ابطال باش نقول لك حنا قلنا لكم بصح انت راك تقول حنا قلنا لكم تاع حنا قلنا لكم وتعايروا في الناس بصح شوف وين مروحتكم ديموند مروحتكم ديموند وجوه الشر مروحتكم ديموند من نهار اللي خرجتوا انتوما تهدروا نكاسات يقول لك كي تكون طريق هادئ وجميل ومسقم قارع الكامين حنايا ربح 34 مباراة 35 مباراة طفاو الضوء كملنا طفاو الضوء قلبونا ديز خرج قلبوك في الدورة الصوم جامليا ضرب دو طاس بريس ضربهم دو طاس خلينا نلعب مسيو ايه ليغا المهم ان طاس ضرب بالاول دار خطه الزاوجه ركبت له هنا خطه هنا وخطه هنا ضرب الثالث تراصاها وجا ضرب الكاسكيطة مهودها كان دير قرعة تاع روج داخل في جيبه بالخيط تاع السيروم ندخلها يشرب يدفع اونترينير مرشق سونغ اونترينير مرشق داير الخيط مدورها لهنا ولعبها كيتمال لا هو خيط يشرب منه خيط تاع السيروم خابط القرعة تاع الويسكي هنايا تحته دايرة خيط تاع السيروم قطع خيط تاع السيروم دايرة حاشية ويطاسي ياها يشرب في الجي هو قاعد بينا الناس كيما هكا على بالك كاين بزاف كيما هكا يضرب قاعد في قهوة معاك ضارب قرعة تاع روج تحته ولا تاع ويسكي خابطها تحته داير السيروم وقاعد يشرب نورمال ما ديرش كافية هذوك ما ديرش كافية صوم كيما هكا ضرب باش توش داير فيستو هو ديك الكاسكيطة خابط قرعة تاع ويسكي هنا تحته الخيط تاع السيروم مدورة هنا غيها يطاسي وحده ربحك وراح جاي تلقى ودريه بيت تقارع الدحمان دحمان الكوافير يجيب لك المات ولا العاهرة تاع اليوتيوب يجيب لك المات بسيط بلا يا ايتو بسيط الناس جات سكرانه هنايا ربحاتك سكرانه الناس كانوا سكارى بيربحوك والله لا كانوا سكارى بيربحوك ايتو اصلا مي راح يحوس راح عند سونغ يحوس عليه قال ولدو قال له وين راه باباك قال له راه في البار تحتاني الدورة الزاوجة التحتانية قال له ماشي الدورة هذه الدورة الزاوجة تحت تسيبو فمك صابة حديدة قال له راك اونترينا سكران قال له راك اونترينا سنية العقد تاعو سكران وربحنا سكران العقد تاعو سكران وربحنا سكران ما شفتوش تخلي يرقص يا رب العالمين.
كي راحت لنا وكي راحت لنا وكولينا مع هذا الانذال هذا.